بسم الله، النهاردة هنكمل سلسلة المراجعة بتاعة الفيزياء 10 متقدم. هنراجع الوحدة الثالثة عن طريق أسئلة وهنحلها، ومن خلالها هنشرح الأفكار بشكل عام، عشان لما يجي زي ما جه السنة اللي فاتت كده وغير في الأفكار، مجاش نفس الأرقام أو نفس الصيغة بالظبط اللي في الكتاب، فما نقفش في المسائل. طيب بسم الله، أول سؤال بيقول: إذا كانت الزاوية الحرجة لانعكاس الكل الداخلي عند الحد الفاصل بين الماس والهواء 24 و4، فما زاوية الانكسار في الهواء إذا سقط ضوء على الحد الفاصل بزاوية 20؟ طيب، فاحنا هنا هنمشي بنفس الخطوات اللي بنحل بيها أي مسألة، اللي هي إيه؟ أول حاجة بطلع المعطيات، بيقول لي الزاوية الحرجة لانعكاس الكل الداخلي، يبقى هو هنا مديني سيتا كريتيكال 24.4 درجة عند الحد الفاصل بين الماس والهواء. مهم جدا ان انا ارسم عشان اعرف هو الضوء جاي منين ورايح فين. فبيقول لي عند الحد الفاصل ما بين الماس والهواء، وانا عارف طبعا ان انعكاس الكل الداخلي بيحصل امتى، لما الضوء بينتقل من معامل انكسار كبير لمعامل انكسار اقل. فما زاوية الانكسار في الهواء؟ يعني ادي العمود المقام، الزاوية طبعا ال n هنا قلت فالسيتا هتزيد، يعني هيبقى مبتعد عن العمود، فعايز السيتا 2 دي بكام؟ اذا سقط على الحد الفاصل بزاوية 20، يبقى هو هنا مديني زاوية السقوط اللي هي سيتا 1. طيب، قانون سنيل بيقول ايه؟ ان 1 ساين سيتا 1 يساوي ان 2 ساين سيتا 2. احنا بيبقى معروف عندنا دايما ان الهواء بواحد. طيب، هو منتقل من فين لفين؟ لازم اوضح لنفسي انه من ماس لهواء، مهمة جدا. طيب، ال ان بتاعة الهواء بواحد، زاوية الانكسار انا عايزها، زاوية السقوط هو مدهاني. طب انا اعرف ال ان بتاعة الماس ازاي وهو مش مدهاني؟ طب هو مديني الزاوية الحرجة، استخدمها في ايه بالظبط؟ قانون الزاوية الحرجة بيقول ان ساين سيتا كريتيكال بيساوي ان 2 على ان 1، الوسط اللي بيحصل فيه انكسار على الوسط السقوط. فمعنى كده ان ساين 24.4 هتساوي ان 2 اللي هي الهواء 1 على ان 1 اللي هي الالماس اللي انا عايزها، فيبقى ان 1 بتساوي 1 على ساين 24.4. يبقى حسبناها وطلعت ال ان ب2.42، هعوض بيها في المسألة هنا، بقى عندي 2.42 ساين 20 يساوي 1 ساين سيتا 2. طيب، هنعمل مع بعض مسألة بنشوف بنطلع السيتا 2 ازاي، والباقي هيبقى زيه. طيب، هجيب السيتا 2 دي لوحدها في طرف، فاقسم على اللي جنبها اللي هو 1، فكأني ما قسمتش على حاجة، فيبقى بتساوي 2.42 ساين 20. طب احلها على الآلة ازاي؟ بدوس شيفت زائد ساين، بدوس شيفت وبعد كده ساين، فهيطلع لي على الآلة شكل عامل ازاي؟ ساين أس سالب 1 وفاتح قوس، أقوم كاتب اللي موجود في الناحية التانية زي ما هو، ومنساش أقفل القوس ده وأقفل القوس ده. تعال نشوف. فزي ما شفنا الزاوية طلعت ب55.8 درجة، أو بالتقريب 55.9، فهتبقى الإجابة دي. تمام. السؤال اللي بعده: ما نوع الصور أو الصورة المتكونة وصفاتها؟ مهم جدا 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 إن أنا أكون عارف أنواع الصور اللي بتتكون في المرايا وفي العدسات سواء المحدبة أو المقعرة. فأنا هنا عندي الجسم محطوط فين؟ على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري،
فالصورة اللي بتتكون اللي بتكون صورة ايه؟ بتكون حقيقية. وأي صورة حقيقية بتبقى مقلوبة لما تكون أكبر من ضعف البعد البؤري بتكون مصغرة، فهتبقى الإجابة حقيقية ومقلوبة ومصغرة. وبالناحية المقابلة للجسم، يعني الناحية التانية، الناحية المقابلة للجسم يعني حقيقية. لو قال لي في نفس جهة الجسم يبقى دي معناها خيالية، لكن في الناحية المقابلة يعني الناحية التانية من العدسة فدي معناها ان هي حقيقية. طيب في الشكل المجاور، اي من الوسطين A ام B له معامل انكسار اكبر؟ طيب اعرف ازاي مين ليه معامل انكسار اكبر؟ هنعمل العمود المقام ما بين الاتنين كده. الزاوية، زاوية السقوط لو كانت كملت على استقامتها كانت هتبقى عاملة كده. طب زاوية الانكسار زادت عن الزاوية دي ولا قلت؟ زادت، فمعنى ان السيتا زادت. الان بتتناسب مع السيتا ايه؟ عكسي. مش الان بتتناسب مع الساين عكسي؟ يبقى بتتناسب مع السيتا برضو عكسي. فلما السيتا تزيد الان هتقل، فمعنى كده ان هو انتقل من وسط معامل انكساره كبير لوسط معامل انكساره اقل، وبالتالي الزاوية زادت فابتعد عن العمود المقام. وبالتالي مين اللي ليه معامل انكسار اكبر؟ هو الايه. طيب المسألة ديت ومركز على الفكرة ديت في الهيكل بتبقى كذا مسألة جوه مسألة واحدة. تعالوا نشوف. استخدم لوح سميك من البلاستيك ان بتساوي 1.5، دي بتاعة البلاستيك. في صنع حوض سمك، فاذا انعكس ضوء عن سمكة موجودة في المية، فخلي بالكو لازم حاولوا على قد ما تقدروا ان في مسائل الانكسار كلها ان انتوا ترسموا عشان تتخيلوا الضوء رايح فين وجاي منين. طيب في هنا مية وهنا بلاستيك ومديني الان بتاعته. انعكس ضوء عن سمكة موجودة في الماء وسقط على لوح البلاستيك بزاوية سقوط 35، يعني دي الزاوية مع العمود المقام. فما مقدار الزاوية التي سيخرج فيها؟ خلي بالك الضوء ده هيعدي الأول، هيحصل له انكسار في البلاستيك وبعد كده هيخرج للهواء فهينكسر تاني، فمعنى كده ان هو عايز انهي زاوية؟ عايز الزاوية دي. فانا كده عندي مسألتين، اول مسألة من ماء لبلاستيك وتاني مسألة من بلاستيك لهواء. هطبق قانون سنيل، ان واحد ساين سيتا واحد يساوي ان اتنين ساين سيتا اتنين. دوت لازم اكتب كده من ماء لبلاستيك. طيب انا عندي ان الماء بكام؟ 1.33 هيديها لك. السيتا هو مديهاني ب35 درجة. الان 2 مديني البلاستيك ب1.5، اعرف اجيب السيتا 2، جبتها. هتطلع لي ولنفترض مثلا 25، هي الان هنا زادت فالسيتا هتقل، فنفترض مثلا ان هي 25. طيب زاوية السقوط اللي هيسقط بيها هنا، يعني لما نطبق ان واحد ساين سيتا واحد من بلاستيك بقى لهواء، انا عارف ان البلاستيك ب1.5. زاوية السقوط اللي هي انهي زاوية؟ الزاوية بين الشعاع الساقط ده، احنا خلاص دخلنا في مسألة تانية دلوقتي، ما بين بلاستيك وهواء، فالشعاع الساقط اللي هو ده ودي زاوية السقوط ودي زاوية الانكسار وده هوا.
زاوية السقوط دي هتساوي ايه؟ اخدنا في الرياضيات او الهندسة ان لما يبقى عندي مستقيمين متوازيين كده، اللي هو العمود ده والعمود ده، وبينهم مستقيم واصل ما بينهم، بتبقى الزاوية دي تساوي الزاوية دي. فالزاوية اللي انت جبتها من هنا هتبقى هي هيها زاوية الانكسار. فالزاوية دي هي الزاوية اللي انت جبتها هنا، وان اتنين اللي هو الهوا بواحد، وبالتالي هنعرف نجيب زاوية الخروج. فخلوا بالكم لان مسألة مهمة وفكرتها متكررة في الهيكل كذا مرة. طيب، نوع الصورة المتكونة وصفاتها. انا عندي هنا الجسم محطوط فين؟ على البؤرة. الجسم على البؤرة سواء في العدسات او المرايا لا تتكون له صورة، لان الاشعة بتنعكس او تنكسر متوازية، يبقى لا تتكون صورة. ايه الحالة اللي بيصبح فيها البعد البؤري لعدسة العين طويل جدا لدرجة لا يتمكن معها من تجميع الضوء على الشبكية وما علاجه؟ ديت مشاكل النظر. احنا في العين العادية، العين السليمة، الضوء بيخش، اول حاجة بيحصل له انكسار على القرنية، بيبقى طبقة شفافة كده، وبعد كده في كذا حاجة، وبعد كده في العدسة. أكبر انكسار بيحصل بشكل أساسي على القرنية. ليه؟ لأن اللي عندها على الحد الفاصل بتاعها في أكبر فرق ما بين معاملي انكسار، هنا هوا بواحد وفي هنا سائل جوه العين، ففرق معامل انكسار كبير، وبالتالي انكسار الضوء بشكل أساسي بيبقى في القرنية. طب العدسة بتعمل ايه؟ بتعمل على تحسين تركيز بقى الأشعة اللي هتنكسر ديت في نقطة واحدة على الشبكية، يبقى العدسة بتحسن التركيز. الشبكية ديت فيها خلايا بتمتص الضوء ده وتنقل المعلومات ديت للدماغ عن طريق العصب البصري. طيب، مشكلات النظر بقى ايه؟ ان العدسة بتاعت العين ما بتقدرش تجمع الضوء دوت على الشبكية، يا اما بتجمعه قريب فبنسميها قصر نظر، او اللي عندنا في المسألة هنا ان هي بتجمعه بعيد فبنسميها طول نظر. طول نظر دوت يعني ايه؟ يعني بيعرف يشوف الحاجات البعيدة، لكن الحاجات القريبة بيشوفها ضبابية. يبقى طول النظر بيعرف يشوف الحاجات البعيدة، قصر النظر بيعرف يشوف الحاجات القريبة. طيب، يبقى الحالة اللي بيصبح فيها البعد البؤري لعدسة العين اللي هي البعد دوت طويل جدا، يبقى ده طول النظر. بعالجه ازاي؟ عايز اقصر البعد البؤري، فهعمل ايه؟ هقوم لابس نظارة عبارة عن عدسة محدبة. ليه؟ انا عايز الاشعة دي تنكسر بشكل اكبر، فالعدسة تقدر تجمعها لي في نقطة أقرب على الشبكية. يبقى طول النظر بعالجه بعدسة محدبة. طب قصر النظر البعد البؤري بيبقى قليل، طب عايز أطوله فاستخدم عدسة مفرقة عشان تفرق لي الضوء قبل ما يدخل العين فيتجمع بعيد أكتر على الشبكية. يبقى طول النظر بعالجه بالعدسة المحدبة، قصر النظر بعالجه بالعدسة المقعرة. ايه اهم التطبيقات على الانعكاس الكلي الداخلي؟ هي الالياف البصرية، بتبقى مصنوعة من مادة معامل انكسارها كبير، وفي غلاف معامل انكساره اقل، بيدخل الضوء بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة، فيفضل يحصل له انعكاس كلي داخلي، فالضوء ينتقل في طول الألياف ديت من غير ما يفقد أي جزء من شدته. يسقط شعاع ضوئي على البلاستيك الشفاف بزاوية 22، يبقى هو مديني هنا السيتا واحد. فإذا كانت سرعة الضوء فيه، يعني مديني سرعة الضوء بتساوي 1.9×10^8 متر على الثانية، ما مقدار زاوية انكسار الشعاع؟ يبقى انا الضوء ساقط من هواء لبلاستيك مديني الزاوية دي ب22. طيب، فكان هو عايز زاوية الانكسار في البلاستيك،
فإن واحد ساين ثيتا واحد يساوي إن اتنين ساين ثيتا اتنين. عندي إن الهواء بواحد ساين زاوية السقوط 22، إن اتنين معرفهاش، ساين ثيتا اتنين هو عايزها. طيب هجيب ال إن اتنين ازاي؟ عندي قانون مهم جدا بيقول إن معامل انكسار الوسط يساوي سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء في الوسط. هو مديني سرعة الضوء في الوسط، وأنا عارف سرعة الضوء في الفراغ 3 × 10^8. يبقى لما أقسم الاتنين دول على بعض هيطلع لي إن البلاستيك اللي هعوض بيها هنا، فبقى كل حاجة عندي هعرف أجيب الثيتا اتنين أو زاوية انكسار الشعاع. إيه العوامل اللي بتحدد موقع بؤرة العدسة؟ العدسة فيه حاجتين بيحددوا موقع البؤرة بتاعتها، السمك أو مقدار تقوس العدسة، يعني العدسة دي غير العدسة دي، كل واحدة فيهم البعد البؤري بتاعها بيختلف. وفي حاجة تانية، ايه هي؟ المادة اللي متكون منها العدسة. يعني ايه؟ احنا عارفين معامل انكسار المادة زي مقاومة المادة ديت للضوء لما يدخل فيها. فلو عندي مثلا مادة معامل انكسارها 1.5، الضوء هيدخل فيها هيحصل فيه مقاومة هينكسر، فهيتجمع مثلا هنا، فده البعد البؤري بتاع العدسة دي. جبت عدسة تانية متكونة من مادة تانية معامل انكسارها أكبر، وليكن ب3. معامل انكسار أكبر يعني ايه؟ يعني الضوء هيدخل هيلاقي مقاومة أكبر فهينكسر بشكل أكبر، وبالتالي هلاقي إن البعد البؤري اختلف. فاللي بيأثر في موقع بؤرة العدسة هو تقوس سطحها ومعامل انكسار مادتها. طيب بتسمى زاوية السقوط التي تقابلها زاوية انكسار تساوي 90. يعني ايه زاوية انكسار تساوي 90؟ لو انا عندي حد فاصل كده في زاوية سقوط اهي، ده العمود المقاوم. زاوية الانكسار بتبدأ منين؟ بتبدأ من هنا. بيقول لي بكام؟ ب90. يعني قعدت تكبر 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 لغاية لما انطبقت على الحد الفاصل، ده الشعاع المنكسر. فبنسمي الزاوية دي ايه بالظبط؟ الزاوية الحرجة. يبقى الزاوية الحرجة هي زاوية سقوط بيبقى عندها الشعاع المنكسر منطبق على الحد الفاصل، أو زاوية الانكسار بتساوي 90. جسم موضوع على بعد 90، يعني مديني الـ X و O، من عدسة محدبة، يعني الـ F بتاعتها بالموجب، بعدها البؤري 30 سنتي، يعني الـ F ب30 سنتي. ما بعد الصورة؟ يبقى الـ X I، بنقول القانون بتاعها F في X و O على X O ناقص F، وعوض بالاتنين ومديني الاتنين بالسنتي هتطلع لي بالسنتي. طيب هو مديني هنا في الاختيارات على نفس جانب الجسم ولا على الجانب الآخر من العدسة؟ فزي ما قلنا على نفس الجانب، فدي معناها إن هي صورة خيالية. يعني ايه صورة خيالية؟ يعني الإكس آي بالسالب. على الجانب الآخر فده تعبير بيدل على إن الصورة حقيقية، يعني الإكس آي بالموجب. فعلى حسب الإكس آي لما طلع لي هنا، لو طلعت مثلا ب2 فهتبقى 2 سنتي على نفس الجانب من العدسة، لو طلعت بموجب 2 على الجانب الآخر من العدسة. وقلنا عشان تحل المسائل فحاول إن أنت تكون عارف المسألة ديت في أنهي حالة. أنا دلوقتي عندي عدسة محدبة الإف بتاعتها ب30، يعني مركز التكور عن 60، الإكس أو عندي على 90، يعني أكبر من 2F، فأتوقع الصورة اللي هتطلع لي إيه؟ حقيقية. أي صورة حقيقية بتبقى مقلوبة وبتبقى مصغرة، يعني هتوقع إن الإكس أي قبل ما أحل خالص هتبقى بإيه؟ هتبقى بالموجب، يعني على الجانب الآخر. فدي حاجات كلها تخليني متأكد من حل النهائي. جسم يبعد من عدسة بمقدار 6.8
98، يعني الاكس او بستة بوينت 98. تكونت له صورة على بعد، يعني مديني الاكس اي ب2.95 من العدسة على الجانب نفسه من العدسة. خلي بالك انا بكرر دي كتير لان احتمال كبير يجيبها على الجانب نفسه من العدسة، فافهم من كده ان هي صورة ايه، خيالية، يعني الاكس اي بايه، بسالب. ما نوع العدسة؟ فانا فهمت دلوقتي ان الصورة خيالية، فبيقول لي ما نوع العدسة، معنى كده ان انا محتار هل هي محدبة ولا مقعرة. طب تعال نشوف ليه الحيرة، لان المحدبة بتطلع لي صورة خيالية، واي صورة خيالية بتبقى معتدلة ولكن بتبقى مكبرة، والمقعرة خيالية معتدلة مصغرة. طيب يعني هفرق ما بينهم لو انا عرفت ان الصورة دي مكبرة ولا مصغرة؟ طب في فرق تاني؟ الاف بتاعة المحدبة بتبقى بالموجب، بتاعة المقعرة بتبقى بالسالب. تعالوا نستخدم اي طريقة من الاتنين. لو انا جبت الام عشان اعرف هي مكبرة ولا مصغرة، الام بتساوي سالب اكس اي على اكس او، يعني بتساوي سالب 2.95 على 6.98، سالب راح مع السالب، هتطلع لي برقم موجب وأقل من واحد، فمعنى كده إن الصورة مصغرة، فمعنى كده إن المرآة مقعرة. طب عايز أتأكد، تعالوا نشوف بطريقة الإف. إف بتساوي إيه؟ إكس أو في إكس أي على إكس أو زائد إكس أي، يعني لما أضرب 6.98 في سالب 2.95 على 6.98 زائد الاكس اي اللي هي بالسالب 2.95، فهتطلع لي ايه، موجب في سالب بسالب على موجب كبير وسالب صغير، يعني على موجب، فسالب على موجب بموجب. انا بستنتجها كده عشان مش هستخدم الآلة، انت هتستخدم الآلة هتطلع لك رقم، سوري، سالب عادي، سالب على موجب بسالب. مين العدسة اللي البعد البؤري بتاعها بسالب؟ برضو المقعر. يبقى انا في كل الحالات، في الحالتين اتأكدت من حلي ان العدسة دي هتبقى مقعرة، فنقول مقعرة لان الصورة خيالية مصغرة. فمهم جدا جدا ان انت تكون عارف انواع الصور اللي بتتكون في العدسات. ما مقدار تكبير الصورة الموضوعة على بعد يساوي ضعف البعد البؤري؟ تاني بنأكد، لما الجسم بيكون موضوع على بعد يساوي ضعف البعد البؤري بتتكون صورة عند برضو ضعف البعد البؤري، يعني الاكس اي هتساوي الاكس او، فالام بتساوي ايه، سالب اكس اي على اكس او، الاتنين بيساوي بعض يعني هتساوي سالب واحد، هو عايز المقدار فهتبقى واحد، والسالب دي بتدل على ايه، بتدل على انها صورة مقلوبة حقيقية. طيب عدسة وسطها اكثر سمكا، اللي هي العدسة المحدبة، طب الارق سمكا او ادق او انحف بتبقى المقعرة. ما بعد الصورة في الحالة الموضحة؟ خلي بالك اول حاجة ببص عليها سواء مكتوبة او مرسومة هو نوع العدسة، العدسة دي ايه، مقعرة، فلازم اكتب في جنب كده قبل ما اقرأ اي حاجة ان الاف هتبقى بالسالب. طب تعالوا نطلع المعطيات، الاف مدهني باتنين ولكن انا خلاص فهمت بسالب اتنين، مديني بعد الجسم بتلاتة الوحدات هنا بالمتر، هو عايز بعد الصورة، مفيش أسهل من كده. يبقى هي كان كل الفكرة إن أنا أجيب أعرف إن الإف بسالب. أيهم أكبر طول موجي عند مرور الضوء الأبيض داخل منشور؟ فطبعا الأحمر. ترتيب الألوان مجموع في كلمة
حرص، خزين. ايه الكلمة دي؟ كل حرف هو الحرف التاني من اللون. احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، نيلي، بنفسجي. دول مترتبين حسب ايه؟ حسب الطول الموجي من الاكبر للاصغر، او حسب التردد من الاصغر للاكبر. شوف بقى السؤال اللي هيجيلك واستخدم فهمك. بتستخدم جهاز مزود بعدسة محدبة، فمعنى كده ان الاف بالموجب، لتكون صورة حجمها. يبقى حجم الصورة يساوي 75% من حجم احد الرسوم. اذا وضعت الجهاز على بعد 24 سنتي، يعني حطيت الجهاز على بعد 24 سنتي، يعني الاكس او من العدسة للحصول على هذه النتيجة، فما البعد البؤري للعدسة؟ المسألة دي مهمة عشان معتمدة بشكل كبير على الفهم بتاعي للصور في العدسات. دي عدسة محدبة، وفهمت من كده ان الصورة مصغرة لانها اقل من واحد، او 75% من حجم الصورة الاصلية، فالصورة مصغرة. امتى بيطلع لي صورة مصغرة في العدسة المحدبة؟ لما بتكون حقيقية مقلوبة مصغرة. استفاد ايه من كلمة مقلوبة؟ استفاد ان ال HI هتطلع بالسالب، فافهم من كده ايه؟ ان ال HI تساوي سالب 0.75 HO. مهمة جدا جدا. انت ممكن تقول ان انا كده خلاص جبت التركية اللي في المسألة، ولكن خلي بالك لازم تراجع دايما انت في انهي حالة، وبالتالي اشارة ال HI وال XI هتبقى عبارة عن ايه. وبعد كده المسألة بسيطة، هو عايز البعد البؤري. البعد البؤري بيساوي XI في XO على XI ناس XO. مدين ال XO، يعني عايز ال XI عشان اعرف اجيب ال F. هجيب ال XI ازاي؟ بالظبط من قانون التكبير، HI على HO يساوي سالب XI على XO. ال HI بكام؟ هنعوض بقيمتها، سالب 0.75 HO على HO يساوي سالب XI على XO. HO راحت مع ال HO، هعوض عن XO ب24، وبالتالي ال XI هتساوي، ففعلا طلعت لي بالموجب 18، فهي صورة حقيقية. أعوض بال18 دي هنا، 18 في 24 على 18 زائد 24. قانون الإف هو الوحيد اللي تحت بالموجب، وهطلع الإف. هتوقع إن الإف إيه؟ بالموجب. أي من التالي تعتبر صفة للصورة المتكونة بواسطة عدسة مكعرة؟ مقلوبة حقيقية، معتدلة خيالية، مكبرة. طبعا العدسة المكعرة بتطلع لي صورة واحدة لما أحط الجسم في أي مكان قدامها، وهي صورة معتدلة خيالية. خلي بالكو، أي صورة خيالية بتبقى معتدلة، وأي صورة معتدلة بتبقى خيالية، وأي صورة مقلوبة بتبقى حقيقية، وأي صورة حقيقية بتبقى مقلوبة. يبقى الحاجتين دول مرتبطين ببعض، فما ينفعش أقول خيالية مقلوبة، لا، الخيالية دايما معتدلة والمقلوبة دايما حقيقية. عندما ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره قليل إلى وسط معامل انكساره أكبر، يعني ال N زادت وال N بتتناسب عكسيا مع الثيتا، فالثيتا هتقل. فلو هو ساقط كده بزاوية، هلاقي ان بدل ما يمشي على استقامته هيحصل ان هو الثيتا بتاعته هتقل، فمعنى كده ان هو حصل ان انكسر ايه؟ مقترب من العمود. كل لما زاد معامل انكسار المادة، فبنقول ايه؟ لما ال N تزيد، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. ال N بتتناسب مع كل حاجة عارفينها عكسي، مع الساين ومع السيتا ومع ال V ومع الطول الموجي. فتعالوا نشوف الإجابة. سرعة الضوء زاوية الانكسار بتزيد؟ لا. سرعة الضوء زاوية الانكسار بتقل؟ اه. سرعة الضوء بتزيد وزاوية الانكسار لا. سرعة الضوء لا تتغير وزاوية الانكسار تزداد؟ لا. يبقى هي الإجابة B. أي من التالي علاقة غير صحيحة؟
ان واحد ساين ثيتا 2 يساوي ان 2 ساين ثيتا 1؟ طبعا دي اللي غلط. طب ان واحد ساين ثيتا 1 يساوي ان 2 ساين ثيتا 2؟ هو جايب لي ان 1 على ان 2 يساوي ساين ثيتا 2 على ساين ثيتا 1. دي طبعا صح، العلاقة بينهم عكسية، فالواحد على 2 يساوي 2 على 1. او لو انا قسمت على ان 2 هنا وقسمت على ساين ثيتا 1، فهتطلع لي العلاقة دي، ان 1 على ان 2 يساوي ساين ثيتا 2 على ساين ثيتا 1، وهكذا. ساين ثيتا 1 على ساين ثيتا 2 يساوي، هشقلب، ان 2 على ان 1. دي مظبوطة، ان 2 ساين 2 ان 1 ساين 1 مظبوطة. يبقى اول واحدة هي اللي كانت غلط. طيب اخر مسألة، دي مهمة. سقط شعاع ضوئي على زجاج مصقول، ما زاوية خروجه من الزجاج؟ وهيبقى مديلك الان بتاعت الزجاج بواحد بوينت 52. فانا عندي الزجاج كده اهو، سقط شعاع ضوئي، طالما قال لي الكلمة دي هتبقى افهم ان هو جاي من هوا، بزاوية 45 درجة للزجاج، فهيحصل انكسار. قانون سنيل، ان واحد ساين ثيتا 1 يساوي ان 2 ساين ثيتا 2، 1 ساين 45 يساوي 1.52 ساين ثيتا 2. فهنجيب الثيتا 2 هتطلع تقريبا بحوالي 27. طيب هل كده المسألة خلصت؟ لا، نفس الكلمة، ما زاوية خروجه من الزجاج، يعني اللي انا جبتها ديت هو لسه في الزجاج اللي هي 27 دي، فانا عايز اشوف لما يخرج من الزجاج هيخرج بمقدار قد ايه، فدي مسألة تانية جوه المسألة. فهنا من زجاج لهوا، يبقى ان واحد اللي هي 1.52 ساين. فين زاوية السقوط؟ اركز قوي، زاوية السقوط هي الزاوية بين الشعاع الساقط والعمود اللي هي دي. طب ما ده مثلث 90 ودي ب27، يبقى دي بكام بالظبط؟ 63. يبقى ساين 63 يساوي ان 2 اللي هي الهواء بواحد ساين زاوية الانكسار عايزها. تعالوا نجيب زاوية الانكسار. لما اجيب زاوية الانكسار، لو انتوا جربتوها بالآلة هيطلع لك math error او no solution، او رقم زي اللي جاي لدوت في اخره اي، يعني عدد تخيلي، يعني مفيش زاوية، او الآلة مش قادرة تحسبها، او مش هيبقى ليها قيمة حقيقية. فالكلام ده كله معناه ايه؟ لما يطلع لك قيمة زي ديت في الآلة يبقى معنى كده ان هو مفيش زاوية انكسار. امال هيحصل في ايه يا عم؟ هيحصل له انعكاس كلي داخلي. يبقى المسألة دي مهمة جدا، ان انت لما يطلع لك زاوية الانكسار بماث ايرور او نو سوليوشن او كان سولف، فمعنى كده ان هيحصل للضوء انعكاس كل داخلي. طب تيجوا نتأكد، هو بيحصل انعكاس كل داخلي امتى؟ لما بيسقط من معامل انكسار كبير لمعامل انكسار اقل. تمام، ده اول شرط. تاني شرط، لما بيسقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة. طب هو انا اعرف اجيب الزاوية الحرجة؟ اكيد، مش ساين الزاوية الحرجة يساوي ان 2 على ان 1 اللي هو هوا على زجاج؟ طيب ساين سيتا كريتيكال يساوي 1 على 1.52. السيتا كريتيكال لو جبناها بالآلة هنلاقيها ب41.1، وهو ساقط بزاوية كام قلنا؟ 63. يبقى ساقط من معامل انكسار كبير لمعامل انكسار اقل وبزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، يبقى فعلا إجابتي صح، وإن هو هيحصل له انعكاس كلي داخلي. مهمة جدا المسألة دي، يا رب تكون كل الأفكار واضحة، وحاولنا نغطي كل مسائل الهيكل والمسائل اللي بره الهيكل عشان البونص ما يروحش مننا، وبالتوفيق إن شاء الله.